يأتي جمال بن ماضي. مدرب وجد الخلطة المناسبة لمنتخب بطل قد يصنع أفراح الجزائر لسنوات مقبلة. عشرية العودة أو عشرية الصحوة، صحوة زرعت بذورها في أم درمان هناك على ضفاف النيل، وحان وقت قطف ثمارها أيضا على ضفاف النيل. مكاسب الجزائر تعدت التتويج، بل قد تغطي عليه مستقبلا. مكاسب الجزائر يلخصها هذا الرجل جمال بالماضي، من طوق نجاة تحول إلى بطل قومي. من يبحث عن أسباب النجاح سيجدها جلية في شخصيته. ماذا صنع بالماضي كي ينجح؟ حضر خلطة أساسها العدل، والعدل ظهر في اختياراته. لا يمكن لأحد أن يشكك في أحقية أي عنصر من المتواجدين في حمل قميص الجزائر. كمثال حي، يوسف بالليلي في زمان آخر كان سيجلس على دكة البدلاء، وربما قد يشاهد الكان على شاشة التلفاز. وبقرار منه أيضا بزغ نجم جديد في ملاعب مصر، إسماعيل بن ناصر، فرضه أساسيا بدل الحرس القديم، فلم يخيب ظنه وجازاه على ثقته، بل نال جائزة الأفضل في البطولة. عدله في الاختيار إذن منحه احترام الكبار قبل الصغار، فكان الانضباط سمة بارزة داخل مجموعة الثعالب. بدا الفريق كتلة متلاحمة حتى في لحظات الفرح، لا نجم فوق المجموعة، فالنجومية للمجموعة. بالماضي مكسب أساسي، وما دونه مكاسب فرعية. الجزائر كسبت كأسا، وكسبت معها رجلا إن حافظت عليه قد يمنحها عشرية أخرى من الفرحة.